منافسون وزن أقل من 91 كيلوغرام دائما، صاحب الركن الأزرق يتعلق الأمر بالبطل علي يوبي من جمعية الدفاع الحسني الجديد، والحكم الذي سيقود هذا النزال الحكم الوطني رشيد صايري. للمرة الأخرى مشعل مدينة الجديدة الدفاع الحسني السدريس يقول الكلمة ديالو البطل علي. والشكر أيضا موصول للحكم الدولي مصطفى الغنام، والشكر أيضا للحكم الدولي أحمد بارع، والشكر أيضا للحكم الدولي جواد الأندلسي، والشكر أيضا موصول للجنة الطبية وللإدارة الوطنية لإدارة التقنية الوطنية، والشكر أيضا موصول لرجال الأمن الوطني ولرجال الأمن الخاص السائرين على إنجاح هذه الدورة، والشكر أيضا موصول لمدير الدورة السيد مصطفى محونس. والشكر ايضا موصول لطاقم التحكيم وللجمهور الرياضي الكريم ولكل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه النهائيات، نهائيات البطوله الوطنيه لرياضه المواي تاي لفئه اقل من 23 سنه. إذن النزال القادم آخر نزال في هذه النهائيات، نهاية البطولة الوطنية في رياضة المواي تاي لفئة أقل من 23 سنة، أكثر من 91 كيلوغرام، أنس زهير جمعية سيات عين عودة صاحب الركن الأزرق، فوزي البعيدي جمعية البوراق سيدي قاسم صاحب الركن الأحمر. من بداية الجولة الأولى في هذا النزال أقل من واحد أكثر من 91 كيلوغرام عفوا أقل من 91 كيلوغرام عفوا بطل عالي 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 الأول علي اليوبي بداية موفقة إن شاء الله. إذا بداية الجولة الأولى Oh, yeah.
20 ثانية. علي علي جان 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 وقف دابا دابا وقف 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 كوت كوت زيد دابا تروات تروات ادوار كوت كوت وقف كني 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 علي 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 Good, 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 good
دافو 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 علي دافو دافو علي ايه ورا زيد 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 شوف ايه كود كود دافو 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 علي دافو 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 علي وعلي برك 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 هذا ميزان ميزان وصل أقل من 90 كيلوغرام. إذا الميزان القادم آخر ميزان في هذه النهائيات وصل أكثر من 91 كيلوغرام أمال سهير صاحب الركن الأزرق فوزي المعالجين استئناف جولة الثالثة والأخيرة في هذا ميزان نزال وزن أقل من 91 كيلوغرام. شوف إذا بداية الجولة الثالثة. Come on!
إذا نهاية الجولة الثالثة والأخيرة في هذا النزال، نزال وزن أقل من حدود مع السرية، مع السرية بين نقاط. ويوصل البطل المغربي الموسم لهذا 2021-2022 يتعلق بممثل الركن الأزرق علي يوبي من جمعية الدفاع الحسني الجديدي. والتوفيق وكل التوفيق لوصيف بطل المغرب صلاح الدين صافي في قادم النزالات. إذا النزال القادم وصل أكثر من 91 كيلوغرام وهو آخر نزال في هذه النهائيات بين بطل أنبي من تتويج البطل المغربي علي يوبي بطولة المغرب للمواطن لهذا الموسم الجديدة مش على الجديدة هاك شوف يلا دير خليك بلاصه خليك بلاصه كادري يلا تاكل مزيان مزيان صح الله يحفظك الله.